واحنا جبنا بلالين. ما كانش عادي لباط. هو مش كده يا عم كولي؟ لا مش عادي. بس احنا جبنا بلالين. خلاص ولا بلالين بقى. يا مين عامل البلالين دي؟ الواحدة بجنيه. بجنيه جنيه. ما اعرفش بقى. على فكرة احسن. بس نسيب البالونه دي هنا وننزل نجيب لك بالونه تاني. يلا يلا كل بالونه دي. طب يلا يلا نجيب لك بالونه ونطلع تاني. ايه ده؟ دي بالونة. يا نهار اسود. يا هوي يا طارق، بتاعت مين دي؟ اكيد بتاع الكولونيا. الكولونيا كان جايبها امبارح بالونتين بامبي. يا نهار اسود، لو عرف كولونيا لو عرف هيموت. خش على مستخبى جوه. احنا مالناش بقى تاني عند الراجل. خلاص بقى نطلع نلعب بالبالونه بتاعتي. انا مالي؟ استغفر الله العظيم يا رب. حتى البالونة بتاعتي تطير. ردودة ايه؟ اسمع لي التعويض. حد قال عليا البالونة البالونة. انا عندي اقول للماما احسن ولا احسن عشان انت طلعتي البالونة. كولونيا هيهزر معايا. ادي في العربة انت في وشي. انا نازلة اقول للماما. قولي. يلا بقى. وين اقول للماما؟ وين هنزل اقول للبابا؟ يا ايدي. انزل بقى اقول للماما. خلاني اضربها.